يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامج الخلاصه. انا هنا احمد وهجيب لكم الخلاصه في كل حاجه. ليه سمينا الخلاصه؟ عشان هجيب لكم خلاصه ازاي نلبس حلو، ازاي نهتم بجمالنا، ازاي ناكل افضل حاجه، ازاي نهتم ببشرتنا، ازاي نهتم بصحتنا. يلا بينا سريعا نبدا ونستقبل فقراتنا، نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو خبيره التجميل نهال طاهر. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ الحمد منورة. لله انت اللي منوره الدنيا كلها. عامله ضجه جامده جدا، انت في تجمع مركز المشاهير مسمينك كده، يعني مسمين المركز مركز المشاهير من كتر الناس. شرف ليا. منورانا حبيبتي. قولي لنا بقى في البدايه الفكره جات لك ازاي وايه الخدمات اللي بيقدمها المركز؟ هي الفكره في الاول انا عشان كنت برسم تاتو وبحب الرسم فحبيت ان انا اعمل مكان بتاعي، فعملت استوديو صغير وبعد كده بدات اتفرع للسكين كير والرموش والليبتانت والبلاش والبلاشتانت وكذا. طب ايه اكتر الحاجات اللي عليها اقبال من الصغيرين ومن الكبار؟ يعني اكتر حاجه بتطلب منك يجوا يعملوها؟ اكتر حاجه طبعا الضوافر والرموش. هي هتبقى حاجه سيمي بيرمننت، 21 يوم شهر، فطبعا كل سواء البنات الصغيرين او الكبار عايزين يريحوا شويه. طيب في بقى اسامي كتير ولخبطه، معايا اللخبطه الكتير دي، متلخبطين؟ هي لا خالص، هي مش لخبطه، بس هي الفكره كلها ان دي تكنيكس، فعلى حسب كل حاجب محتاج ايه. يعني لو حد ما عملش مايكرو بليدنج خالص قبل كده، فسهل ان احنا نعمل المايكرو بليدنج شعرايه بشعرايه وبتبقى ناتشرال لوك. في حد ده اللي هو المايكرو. ده المايكرو. بالنسبه للمايكرو شادو ده بالنسبه للحد اللي بيحب ميك اب، يعني دايما بيحط ميك اب ومش عايز يحط ميك اب، عايز يبقى بيرمننت ميك اب، فبنضطر نعمل الشعرايات طبيعيه وبنعمل تحتيها شادو. طيب النانو بليدنج بقى ده ايه؟ برضو بتبقى يعني دوتس واحدة واحدة. بالضبط. يعني أوكي. برضو بيبقى تكنيك تالت على حسب احتياج أوكي. الحاجة. طب لو حد عامل تاتو مثلا في الحواجب ممكن نعمل عليه مايكرو مثلا على ولا حسب. بنعمل ازالة لل على حسب، لو بقى لها فترة طويلة ممكن عادي بنعمل وساعتها بتبقى مايكرو شادين. احنا معانا برضو على الشاشه بيفور اند افتر المايكرو، ده مايكرو المفروض صح كده؟ مظبوط. اوكي طيب بقولك بنعالج ازاي الحواجب لو عاملين تاتو؟ لو التاتو تقيل بقى ده لازم ريموفر. وبيبقى برضو على حسب بس بيعمل تشوهات شويه. لا ده بالنسبه للليزر والناس اللي مش متمكنه من الليزر. أوكي. لازم دكتورز هما اللي بيعملوا الليزر. أوكي. علشان ما يبقاش لا في تشوهات ولا شعر الحاجب نفسه يقع. فاحنا عندنا في الاستوديو برضو بنستخدم ماتيريالز، بس دي بتبقى ليكويد معين بنحطه وجلسه اثنين الثالثه بكتير قوي بيحصل ازاله خالص للتاتو القديم. انا برضو بحس ان اول ما بندخل الاستوديو عندك برضو لخبطه، نعمل ايه في ضوافرنا؟ هارجل ولا اكلاريك ولا تريتمنت؟ يعني ايه الحاجات اللي لو حد مش عارف اي حاجه يبتدي بيها؟ بصي هي اول حاجه بترجع اللي قدامي حابب ايه، وبترجع برضو هو بيعمل ايه. يعني بنوته صغيره التين ايجرز هم مش بيستخدموا ضوافرهم كتير زي المامز وستات البيوت، ممكن يعملوا ايه؟ فدول سهل جدا ان احنا نعمل التريتمنت، بيحافظ على ضوافرهم، على طول ضوافرهم، ضوافرهم تطول من تحتها اسرع. فبيبقى تريتمنت سهل. ممكن برضو اللي هو اللون الجل بس يكتفي او اللون الجل على حسب. لو هي اوريدي ضوافرها طويله فهي ممكن احط يا لون جال يا تريتمنت. لكن بالنسبه لستات البيوت لكن بالنسبه طبعا لستات البيوت احنا بنحتاج اجمد حاجه. لازم اجمد حاجه نحطها، فبيبقى عندنا الهارد جال اللي هو اكستنشن بيتحط على الضوافر، اكستنشن او فورم برضو على حسب الكلاينت عندي بتبقى حابه ايه. يعني مش بفرض عليها تكنيك معين، لا ما في كلاينت تقول لي حطي لي اكستنشن عشان انا بحب الاكستنشن. اعتقد في ناس تحط كمان فورم. فتره اطول الهارد جل يعني المفروض هو 21 يوم. لكن لا ممكن بيقعد شهر شهر ونص
للضوافر اللي ما بتطولش. الاكلارك بقى ممكن ايه، بيقعد قد ايه؟ لا هو ده سيم يعني، هي بس دي مدرسه امريكيه ومدرسه روسيه بس مش طيب أكتر. الالوان الايام دي بقى انا شايفاكي حاطه الوان ده ايه؟ خريفي. ده زيتي صح كده؟ زيتي ماي فيفرت كلر، بس هو علشان يعني الخريف دخلت الصيف خلاص والالوان بالظبط خلاص، الالوان الفسفارك والالوان اختلفت الصيفي دي خلاص. طب سمعنا كمان عن البولي جل، ايه البولي جل؟ البولي جل احنا عندنا بنستخدمه في الاستوديو لو حد اوريدي هي جايه ضوافرها طويله وحصل عندها كسر. تعمل ايه بقى؟ ده بنعالجه بالبولي جل. هو عباره عن ايه يعني؟ ايه البولي جل عباره عن ايه؟ بصي هو اتقل من الهارد جل، وكمان بنستخدمه في الديزاينز يعني بنعمل منه التصميم ونعمل منه الورود اللي هي 3D. اوكي. بس وبنرمم بيه الضفر يعني لو انت اوريدي ضفرك طويل ومش حابه ان انت تقصري نعمل اللي هو البولي جل بنقوم محافظين بالبولي جل. وفي كمان حاجه جديده الجالكس بقى ده. ايوه ده السؤال اللي جاي، الجالكس ده خطير، ده اول منتشر قوي الجالكس والناس برضو يعني ايه. لا بصي ده خطير جدا. اول حاجه بيوفر في الوقت، الوقت اللي انت بتروحي تقضيه في الاستوديو اوكي وقته اقصر واسرع، وبيدي نفس الايفكت ان هو يعني بيستحمل زي الهارد جل، وفي نفس الوقت بيبان ناتشرال لوك جدا يعني. في ناس كتيره ممكن ما تقدرش تقول ده مش ضفرك، اوكي بيبقى ناتشرال خالص. طيب هي تقنيه جديده يعني، تقصدي ان هي تقنيه جديده الجالكس؟ الجالكس نوع الماتيريال نفسه جديد مختلف، مختلف عن الهارد جل او التريتمنت او لون الجل او الاكريليك. طيب نهال بقى كلمينا شويه عن الديرما بان. الديرما بان دي خطيرة. الناس بتخاف من شكل الدم، انا من الناس اللي بخاف قوي من شكل الدم يعني. لا بس هي فعلا بنتخض مفيدة، بس الايفكت بتاعها ايه؟ هي التشوك الاولاني بس. لكن هي مفيدة جدا. مفيدة جدا للبشرة يعني، ملهاش اي سايد ايفكت. لا خالص. بالعكس خالص، بس اهم حاجة يعني لازم الافتر كير. الافتر كير ده نص المشوار. لازم تحافظ عليه الكلاينت بعد ما تعمله. تقعد قد ايه تقريبا؟ الديرما بان بنعملها كل 21 يوم. يعني اللي بيبتدي فيها ما بيحبش يبطلها، لان هي بتدي نضاره وكولاجين للوش وبتشد الوش وبتديله بقى يعني النضاره بشكل مش طبيعي. بتبقى حاجه يعني تانية. مفيده، انت تنصحي بيها ان كلنا نعملها؟ طبعا دي بتجدد خلايا البشره كلها. اوكي طيب عايزه برضو اسالك عن الميك اب الدائم، الليب تنت بقى والبلاش تنت والحاجات دي ايه؟ طبعا احنا كلنا بنحب نصحى، عايزين نصحى نلاقي كده شكلنا يعني حاطين ميك اب. خلاص قمتي من السرير غسلتي وشك خلاص خلصتي، ما فيش بقى وقت ان احنا نحط ميك اب ونظبط الحواجب ونظبط الرموش والكلام ده كله. فده بنختصره في ايه؟ بنختصره في ان احنا مثلا بنحط الرموش السيمي بيرمننت دي جميله بتقعد 21 يوم، وبعدها بنعمل ريفال. ممكن تستمر معاكي تعملي ريفال لمده 3 شهور. وبيبقى في الفوليوم وفي الكلاسيك، يعني لو عايزاها تبقى جاست انت زي ما تكوني حاطه ماسكرا فبنعمل الكلاسيك. حلو قوي، بتكون خطيره بتكون يعني للناس العاديه كمان، هو مش محتاجين اللي هي الفوليوم والميجا فوليوم بالظبط، الديلي روتين يعني. فبتبقى سهله جدا. طيب الليب تنت بقى ايه؟ الليب تنت توريد الشفايف. اوكي. بنستغنى عن الروج، بنستغنى عن التنت اللي بنحطه. هل بيبقى ليه درجات مثلا يعني؟ طبعاً. درجه فاتحه، درجه غامقه، على حسب كل بشره. كل بشره ليها انت بتختاري درجة. ولا بيجي حد مثلا يقول لك اعملي لي؟ هي اول حاجه طبعا بدي الاختيار للكلاينت. اوكي. وبس لو هقدر انصحها او شفت اختيارها ان هو مش هيبقى مناسب لبشرتها ببتدي اوريها، لا اقول لها لون بشرتك كذا، ايه رايك لو حطينا اللون ده وبنقارنه ببشرتها. فبتقتنع. بعد كده تالت حاجه اللي هو البلاش تنت. البلاش تنت ده زي البلاشر. ممكن يعني تعمل كل حاجه مع بعض ولا يعني حاجه من الحاجات يعني؟ لو عملت الليب تنت والبلاش تنت عادي ولا؟ لا ما فيش اي مشكله، ممكن في جلسه واحده بنعمل الليب تنت والبلاش تنت وبنعمل كمان المايكروبليدنج. طيب كلمينا بقى عن الفرق بين الكالس والباديكير العادي اللي احنا بنعمله، ايه الكالس؟ بصي ده قصه مسميات كتير صح ولا يعني احنا بندخل كل المسميات؟ قولي لنا بقى الفرق بين الكالس والباديكير. كتيره بتخلي يعني الاختيارات الكتيره بتخلي الكلاينت مرتاح او الست عموما. احنا بنحب ننقي، في تطور بقى، في تطور بالظبط وفي ابديت. الباديكير العادي اللي احنا عارفينه اللي بنروح لاي صالون ونعمله. اوكي. احنا عندنا في الاستوديو بنتجه شويه للميديكال بحيث ان احنا نعالج. يعني هي ما تجيش تعمل باديكير وتمشي، الباديكير بيبقى خطوه من خطوات الكالس. اوكي. والكالس دوت بيكون اغلب الناس
اغلب الناس بتستخدمه في الشتاء، لان اشمعنى الشتاء؟ البشره والجسم بيبقوا محتاجين ميه وترطيب كتير جدا وعنايه اكتر اعتقد. بالظبط واحنا كمان في الشتاء يعني اغلب الناس ما بيحبوش بقى ان احنا نهتم كتير، فبيحبوا نتدفى بقى والكلام ده. بس لكن بالنسبه للكالس هو بيعالج، ده معالج، تريتمنت معالج للتشققات والجلد مش طري. بس الايفكت بتاعته خطيره. يعني انت بتنصحي الناس تعمل الكالس ما تعملش البديكير العادي؟ ما هو برده على حسب هي محتاجه ايه. يعني هي لو الحاله شديده بنقول فبنضطر ان احنا نعمل الكالس. ممكن لو هي مش محتاجه وبشرتها يعني محتاجه بس ترطيب بسيط بنعمل البارافين. البارافين برضو خطير، بيرجع ترطيب القدمين ده تاني. افضل يعني هو بيبقى كل كيس على حسب زي ما بتختاري كل الكالر على حسب البشره. انت بتساعديهم بتقولي لكل الوحده انت طبعا احنا بنشوف الكيس وبننصحها، بنقول لها انت ليكي احسن دوت والايفكت هيبقى كذا. والحمد لله ان احنا بعد النصيحه الكلاينتس كلها بتيجي تشكرنا على لا انا بقول لك انت عامله ضجه في التجمع، يعني ناس كتير والسوشيال ميديا كمان بيتكلموا، يعني البيج بتاعتكم كبيره جدا، فيعني انا مبسوطه ان انت منوراني حبيبتي والله انا ليا الشرف. وعايزاكي برضو تكلميني عن الهيدروفاشل، كلميني بقى باستفاضه كده عن الهيدروفاشل. بصي هو الهيدروفاشل في كلمه ونص، احلى حاجه ان انت بتبقي داخله بعد يوم طويل او اسبوع طويل او رحتي بحر مع شمس، البشره بتبقى مطفيه. فبعد الهيدروفاشل بتحسي ان انت بشرتك نفست، بتحسي بقى جلوينج ومشرقه ونضره، يعني بتغير حتى المود. ان انت تحسي ان بشرتك اتنفست. وطبعا عندنا ليها كذا ليفل، البيزك لو البشره يا دوبك محتاجه شويه نضاره بنستخدم البيزك، وفي الهارد الديب لما بتكون في اكني بقى وحاجات عايزه تتعالج فبنضطر ان احنا نعمل ديب كلينج. يعني في نهايه فقرتنا بقى عايزين نصيحه منك كده لكل ست عشان تفضل جميله طول الوقت. بصي انا بنصح كل ستات او انا واحده منهم، انا بحب جدا البساطه وعايزه اقوم ابقى عندي كل حاجه، فاحنا دي اكتر بوينت احنا متجهين ليها في الاستوديو بتاعنا، ان احنا نعمل المايكرو بلادينج البيرمننت والليبتانت البيرمننت عشان تقوم بس تغسل وشها. حلو جدا، حلو جدا، وتوفر على نفسها. ميرسي جدا ليكي يا نهال، انت نورتينا. وهنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو سيدة الأعمال الليبية أمل عبد الحميد صاحبة براند بافوني. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا هاني، منورانا. نور نورك حبيبتي. في البداية بقى قولي لنا كده الفكرة جات لك إزاي واشمعنى المجال ده تحديدا إن أنت اشتغلت فيه؟ هو أنا من لمس يعني أنا من وأنا صغيرة يعني شغفي كان المجوهرات والأزياء. فاتجهت للمجوهرات أكتر يعني. تحبي تقتني المجوهرات؟ بحب أقتني، وكنت بحب يعني عارفة اللي هو دي تمشي مع دي ودي تمشي تنسقي كمان الالوان في المجوهرات بس او في الاكسسوارز عموما. بحب الالوان يعني. اصلا يعني انا في المجوهرات بحب الالوان يعني بصفه عامه، ذهب او فضه او حاجه يعني هي حاجه بقى منذ الصغر، عشان كده كبرتي اشتغلتي في المجال. طب امل كلمينا اكتر عن البراند بتاعك، يعني بافوني، كلمينا عن بافوني. هو شوفي هو اول حاجه هو بافوني هي تعني الطاووس باللغه الايطاليه. فاحنا يعني التصاميم بتاعنا اقتبسناها من الطاووس، الالوان بتاعته، فخامه الطاووس، غرور الطاووس، يعني هو بيتميز يعني دايما تحسيه هو غرور وبيحب يعني. هو بافوني كمان مسمع قوي، البراند بتاعك مسمع قوي يعني. الحمد لله. طيب قولي لنا بقى المعدن اللي منه المجوهرات دي، كلمينا عن المعدن اكتر. اوكي، هو اول حاجه هو معدن، هو عباره عن خليط من المعادن يعني هو ذهب يعني. لا لا لا، هو المعدن هو ذهب ولا فضه؟ لا ولا هو ولا ذهب ولا فضه، هو خليط يعني من معادن فيها فضه وفيها روديوم وفيها نحاس وفيها ستيل.
يعني بيتركب كده بنسب متفاوته عشان يدينا الدرجه اللي هي، وبعد ما يتفنش يتغطس في طبقه من الذهب، طبقه واحده من ذهب، يا اما عيار 18 يا اما عيار 21، عشان يدينا الفينش بتاع الذهب الحقيقي. طيب يعني احنا في ناس بيبقى عندها مثلا حساسيه من الفضه، المعدن ده بقى ايه؟ يعني ممكن مثلا يسبب للستات اي نوع من انواع الحساسيه؟ لا لا لا، هو شوفي، هو هي طبقه الذهب دي اللي بياخدها دي اول حاجه عشان تمنع من الحساسيه والصدى، وتاني حاجه هو خالي من المواد المسرطنه، يعني هو ماده النيكل مش داخله فيه نهائي. ده اكيد. ده اكيد، ده يعني اصلا واخد ختم الجوده. لا ده اكيد يعني الستات ما تقلقش من خالص. لا 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 مستحيل. يعني هو المفروض ان هو الماس صناعي. صح كده. طيب احنا عايزين بقى نعرف الفرق بين الالماس الحقيقي والالماس الصناعي. هو شوفي، هو احنا بنشتغل بالالماس الامريكي الصناعي، هو طبعا النقاوه بتاعته A5 اللي هي اقرب حاجه للالماس الطبيعي. يعني هو انعكاس الضوء، هو بيدي نفس انعكاس ضوء الالماس الطبيعي وبيدي نفس اللمعه. فهو اقرب حاجه. يعني هو حتى يعني لما تشوفي الالوان بتاعته وتشوفي كده، يعني صعب ان هو طب يتغير. يعني احنا ممكن ان حد، يعني لو انا لابساه مثلا، ممكن اي حد يفرق يعرف ان ده مثلا الماس حقيقي او الماس صناعي؟ لا دي محتاجه خبير، يعني خبير. لازم خبير عشان احنا حتى الفينش، انت حتى لما يعني تلفي الطقم تقلبيه من ورا، الفينش بتاع الطقم هتلاقيه نفس فينش اطقم الالماس بالظبط، يعني نفس الفينش. طب احنا كناس عاديه، كستات عاديه، ازاي ممكن نعرف نفرق برضو بين يعني ممكن تقول لنا ده، نعرف نفرق بين الحقيقي ازاي والصناعي؟ يعني حاجه مثلا مميزه قوي؟ لا هو بيبقى اصلا يعني بيبقى معروف بالنسبه للي بيبيع اصلا. مفيش حد هيبيع لك الماس صناعي. الالماس الصناعي مش بيتباع، ماليش ريسيل، بس لا الالماس الطبيعي. وبعدين السعر، الاسعار بتفرق. طيب احنا على الشاشه دلوقتي بتعرض طقم، احنا عايزينك برضو تكلمينا عن الطقم ده. ده من احلى الاطقم اللي عندنا، ده حاجه كده عامله زي الاطقم يعني اللي الالوان كمان اللي هو الزيتي. تداخل الالوان فيه اول حاجه، فيه تداخل الالوان، وتاني حاجه التصميم. انت لو شفتي طريقه رسمه الورده وكده، فدي بتبقى صعبه. هو حتى باين هنا كمان الزيتي مع الاورنج. هي دي اكتر حاجه بتميزنا. احنا اكتر موديلاتنا هتلاقي فيها كذا لون مع الألوان. بعض الالوان الالوان اكتر مع بعض. حتى تليق مع كل اللبس والحاجات دي. اكيد احنا بنشتغل بالالماس الملون اللي هو الالوان، وبنشتغل بالاحجار الطبيعيه. يعني في حاجه هنا معانا حجر طبيعي اعتقد اللي هو الفضي ده في اورنج اعتقد. كلمينا برضو عن الطقم ده، مميز قوي. ده اللي الحجر اللي فيه ده حجر مورجان طبيعي. مورجان طبيعي. طبيعي. متفنش بنفس فنش الذهب، يعني انت لو تشوفيه هو ما يتفرقش تقريبا. يعني محدش صعب ان حد يفرقه بين صعب يعني خاصه لو حد ملوش كتير، يعني مش خبير. بس لو حد خبير لا هو هيعرف. بس هيعرف، هيبقى واضح. حد يبقى بروفيشنال، يبقى فاهم في الموضوع. طب اللي جنبه ده ايه؟ ده طبعا اللي جنبه ده اللي هو، عارفه انت لما بتبقي ده حاجه اول بيزك يعني. اول طفل ليكي يعني. ده كان الطقم الرئيسي. انت لو تركزي في الطقم كده هتلاقيه واخد واخد شكل من الطاووس تحت، واخد ريشه الطاووس اللي هو الشكل اللي هو البافوني المفروض. أيوة يعني ده الطقم. ده الطقم الصريح بتاعنا، يعني لو اول انتاج ليكم او اول تصميم ليكم. حلو جدا ما شاء الله. واللي جنبه ده ايه؟ ده الماس بس واخد اكتر من لون، يعني اكتر من فيه السترون وفيه الالماس الابيض، فيه اللون، فيه اكتر من درجه. يعني ده ينفع يتلبس، يعني يتلبس كاجوال، يتلبس فورمال، يتلبس سواري، فانت تعرفي تظبطيه الطقم ده في اكتر من حاجه. حلو جدا. طيب امل، احنا برضو عرفنا ان اغلب العملاء بتاعك شخصيات عامة ومشاهير ويعني أسماء يعني ما شاء الله. قولنا هم ليه بيلجأوا للألماس الصناعي أو ليه بيلجأوا لبافوني؟ هو شوفي، هو أكتر ناس يعني بتلبس المجوهرات هم ناس يعني بيلبسوا كتير، وبيبقوا محتاجين موديلات مختلفة، يعني في مناسبات، في مهرجانات، فبيبقوا محتاجين أكتر من موديل. فالبراند بتاعنا الكواليتي بتاعه كواليتي عالي، في نفس الوقت السعر
سعر مش عالي يعني سعر يعتبر يعني الطقم الالماس الحقيقي طقم يعني الالماس الحقيقي يعني حاجه زي كده هتعدي المليون اوكي فصعب يعني فهم عايزين حاجه تبقى كواليتي عالي في نفس الوقت السعر بتاعها مريح طيب عشان كده بيلجأوا ان هم ياخدوا من عندك اكتر من طقم عشان يعني يبقى كل يعني مناسبات كتير لو حد عادي مثلا هيبقى طقم الماس حقيقي بيلبسه في كل المناسبات يعني والناس مناسبات بتبقى اصلا يعني الناس بتبقى عايزه تغير فانت يعني لما تبقى عندك وبعدين الاطقم دي بتقعد معاكي سنين يعني احنا عندنا اول حاجه احنا عندنا الصيانه لو اللون ده لو اصلا اللون اتغير بيتغطس اللون تاني في ميه الذهب لو في اي كسره او اي حاجه الصيانه موجوده عندنا اصلا طب انت فاكره اي حاجه مميزه عملتيها طقم مميز شخصيه مميزه اتعاملتي معاها لا احنا كان عندنا طقم كان واخد شكل الطاووس الطقم ده اصلا صاحبه الطقم يعني لما عملنا لها التصميم رفضت اول حاجه ان هو اصلا حتى يتصور وان هم كمان يتقال وان هو يتعمل عليه اصلا اي يعني اي نسخه ثانيه فالشكل كان غريب يعني انا نفسي يعني اول مره اشوف كان التصميم ده كان طاووس كامل طاووس كامل بالالوان بتاعته بكل حاجه طيب عميله مميزه جدا ما تنساهاش لا عندنا عميلات مميزه ايه بقى يعني ايه اكتر عميله انت فاكراها مثلا طلبت حاجه معينه اتعملت لها في وقت قد ايه يعني لا شوفي هي كانت عندي عميله دي كان اول مره تطلب من عندي طقم يعني فالعميلة دي يعني طلبت الطقم الأول فهي كانت بتقول لي أنا لو لبست الطقم ده وما تعرفش أنا كده زبونتك فأنا خلاص يعني لقيت العميلة دي على طول على طول بقيت معاكي طيب احنا معانا صورة على الشاشة هتنزل لنا حالا عايزينك تعلقي بقى على الصورة دي لا ده عن الطقم الخطير ده ده من احلى الاطقم اللي احنا اشتغلناها اصلا كان في منه الوان كان على الجولد وعلى احنا ده اشتركنا بيه اصلا في مهرجان فاشن ديزاينر ميدل ايست فكان تحفه الطقم ده يعني ده من احلى الاطقم طيب احنا عايزينك برضو تنصحي الستات اللي بتشوفنا لو هي عايزه تفضل طول الوقت شكلها انيق وتلبس اكسسوارز او الماس بشكل برضو يبقى لايق مع اللبس بس مش عايزين تكلفه او يبقى عندنا حاجات كتير ممكن نعمل ايه شوفي اول حاجه هي تيجي تاخد من عندنا من بافوني اهم من حاجه تاخد من بافوني تاني حاجه يبقى عندها الجولد والسيلفر دول بيزك اساسي موجودين في فهي ينفع نفس الطقم ينفع تلبسه باكتر من شكل ومع اكتر من يعني في اكتر من مناسبه يعني ممكن تلبس الحلق لوحده وتلبس يعني الاسوره والخاتم فهي تقدر يعني ممكن تلبس الطقم كامل ممكن تلبس الطقم كامل ينفع يتلبس سواري ينفع يتلبس فورمال يعني ممكن الصبح يتلبس يعني عندنا عندنا موديلات ينفع تتلبس الصبح عندنا يعني عندنا حاجات ينفع تتلبس الصبح وينفع تتلبس فورمال برضو في صوره على الشاشه عايزينك تعلقي عليها حلوه قوي دي ده كان دي كانت اطلاله عروسه ده دي موديل حلو قوي دي موديل ده دول اطقم العرايس يعني عشان احنا عندنا اصلا في اطقم بتبقى خاصه للعرايس بالتاج بتاعها تقصدي ده كامل هو اصلا الطقم كان كامل بالتاج بكل حاجه ده اكيد مش هينفع تستغنى عن حاجه مش هينفع مثلا تشيل الحلق او تشيل النكلس يعني صح كده لا ده بيطلع كامل كده اصلا هو شياكته فخامته ان هو يتلبس كامل مع بعض كلمينا عن الطقم اللي انت لابساه مميز جدا انا بحب الالوان اصلا يعني هو هو فوشيا هو الماس فوشيا التصميم ده اللي هو عارفه ده ينفع يتلبس خروجه مثلا عشاء مناسبه خاصه يعني مش ان هو سواري بس لا هو شيك جدا ما شاء الله طيب امل برضو قولي لنا يعني انت ازاي يوصلوا لك او يعني انتوا شغالين اونلاين ولا في شوروم ولا في مكان هو عندنا بيج عندنا بيج على الانستغرام والفيسبوك وفي ارقام تليفونات هتطلع اكيد هتطلع على الشاشه كده يعني انتوا شغالين اونلاين احنا شغالين اونلاين احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنجهز مكان لان احنا اصلا هنا الفرع الثاني احنا الفرع الرئيسي في ليبيا شغال في ليبيا الفرع الرئيسي والفرع الثاني في مصر وان شاء الله هيبقى لنا فرع في الرياض وفرع في دبي استاذه امل ربنا يوفقك بالتوفيق ونورتينا وبافوني يعني معانا ان شاء الله في حلقات كتير وميرسي جدا ليكي ميرسي يا هنا ميرسي يا حبيبتي تسلمي
خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقات كتير تانية من برنامج الخلاصة. إلى اللقاء.